العربات المتنقلة بمنطقة بهتين بمحافظة القليوبية هي جزء من قافلة سيارات مبادرة كلنا واحد، والتي تجوب محافظات القاهرة الكبرى، القاهرة والجيزة والقليوبية بإجمالي 25 سيارة لتوفير السلع الاستراتيجية بتخفيضات تصل إلى 60%. إقبال زايد، يعني إحنا عاملين خصم 70% على الحاجات، على المنتجات دي. قبل الزيت الحلوة ده يعني عامل، كان قبل المبادرة عامل 24، دلوقتي عامل 21. السمنة كانت عاملة برضو 24، دلوقتي عاملة 21. دي كانت السمنة 3 كيلو، الصلصة 3 كيلو عاملة، كانت عاملة 5 قبل المبادرة 75، دلوقتي عاملة 50. القافلة توفر السلع الاستراتيجية محلية الصنع للمناطق الأكثر احتياجاً التي لا تتوافر فيها أفرع للسلاسل التجارية، لتصل منتجات هذه السلاسل الكبيرة إلى المواطن بسعر في متناول الفئات الأقل دخلاً. كل حاجة فيها انخفاض ملحوظ في السعر، مختلفة نهائي عن بره. مفيش الجشع بتاع بره. العدس والمكرونة والرز والسكر أسعارهم ممتازة جدا جدا، غير الجشع اللي موجود بره وغير استغلال بره. احنا عندنا مثال في المناطق الشعبية اسمها النواة اللي بتسند الزير، بمعنى أنا ممكن أكون الخصم بالنسبة لي حاجة صغيرة في حاجة صغيرة في حاجة صغيرة، هتفرق معايا كأسرة. يعني الأسعار هنا جميلة جدا يعني، ولسه بنشوف كده على المجولات، وراح أجيب المدام بتاعي والعيال، ويعني يفكروا بقى يشتروا ايه تاني. احنا بنتمنى من ربنا ان انتوا يعني الجماعه تكون موجودين على طول كده. يعني بصراحه الاسعار بره رهيبه قوي والله. يعني انا جايب من 3 ايام جايب ازازه زيت ب 33 جنيه والله العظيم. انا خدتها هنا 21 جنيه، يعني فرق جامد قوي، حلو قوي قوي. بس يا رب تكون كده على طول، بس ده اللي انا ضروري. احنا قاعدين في منطقه في مؤسسه الزكاه ما فيش الحاجات دي، يعني في منطقه في منطقه، احنا مش هنيجي بعتين عشان نشتري الحاجه. يا ريت يوفر لنا في كل المكان عشان خاطر الدكار اللي بيرفعوا الاسعار ما يرفعوش الاسعار. انا وغيري بندور على الجنيه الارخص، الحاجه رخيصه شويه. يعني هنا انا هجيب من هنا وما اجيبش من بره، ولو تلاقيت في مكان تاني ارخص من هنا هجيب من بره الارخص ومش هجيب من هنا. انا من مصلحتي انا كمواطن الجنيه الرخص. وتزامنا مع توفير السلع الاستراتيجية، تقوم الأجهزة الرقابية بدورها في مواجهة ارتفاع الأسعار وتحقيق هدف حملة كلنا واحد، المتمثل في وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة العالية. منافذ مبادرة كلنا واحد، والتي تنتشر في مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية، أصبحت رئة جديدة يجد فيها المواطنون وخاصة محدودي الدخل متنفسا حقيقيا في مواجهة الغلاء وقبيل شهر رمضان الكريم. أسماء خليفة، مصر جديدة، ETC.